السلام عليكم. الساحة السياسية شهدت في الآونة الأخيرة تصعيد كبير بعد تبادل الشتائم والاتهامات بين الأطراف المتمثلة بحزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان المنتهية ولايته أو عضويته سيد محمد الحلبوسي وباقي الأحزاب اللي تجمع عزم والأنبار الموحد والحل وغيرها من الكتل السياسية الأخرى. طبعا يستخدمون المحافل والتجمعات الانتخابية ومواقع التواصل الاجتماعي وتحولت إلى ساحة لتبادل الاتهامات والشتائم. هذه الحالة بدت بمؤتمر انتخابي للحلبوسي وصف به خصومة بالبعورة والعارات والهتلية وذكر منهم جمال الكربولي وحيدر الملة بالاسم. بعدين يرد علي جمال الكربولي في مؤتمر صحفي آخر وصفه بالزعطوط وأنه مصاب بالهيجان ولديه متلازمة الكرابلة، ناهيك عن التهديدات باللجوء للقضاء بعد الانتخابات باستخدام ورقة الإرهاب أو يلعب مقيار الرئيس دوره لاسترداد الحقوق المزعومة. هذا المستوى من الخطابات كيف سيكون تأثيره على الشارع صاحب التجارب السابقة مع هكذا خلافات وصلته إلى ضرب السلم الأهلي وعيشته تحت الخيم بدلا من سقوف المنازل؟ وبين هذا وذاك أين دور الجهات المعنية مفوضية الانتخابات مثلا؟ ما هو دورها في ضبط إيقاع المؤتمرات والتجمعات ووضع حد لاستخدام الدعاية الانتخابية للتسقيط والتخوين؟ أكو جانب ثاني من هذا الموضوع يعكس أنه الحملة الانتخابية القوية والتسابق من أجل السيطرة على مجالس المحافظات وهي الاتهامات المتبادلة هي جزء من كشف الواقع، واقع المتخاصمين أو واقع المتنافسين حول هذه الانتخابات. ربما يراها البعض بأنها تنافس طبيعي وكثير من الانتخابات في دول العالم يحدث بها أكثر من هذا. فبين هذين الرأيين وين راح تكون يعني وين راح يكون الوضع السياسي بالأيام القادمة وخصوصا وسط هذا النوع من التشنج وسط هذا النوع من الخطابات المتبادلة؟ من جديد ورحب بكم مشاهدينا الكرام ورحب بضيوفي دكتور غانم العفان السياسي المستقل والدكتور عمار العزاوي رئيس مركز اليرموك للدراسات الاستراتيجية والشيخ عزام الحمداني المتحدث باسم تحالف العروبة من كركوك. حياكم الله ضيوف الأكارم، أهلا وسهلا بكم. حياك الله دكتور. حياك الله. شنو وين واصلة عندكم القصة مال الانتخابات؟ بداية شكرا جزيلا لك دكتور ورحب بك وبضيوفك الكرام وايضا رحب بالدكتور هنا بالاستوديو دكتور عمار. حياك الله. يعني حقيقة مؤلم اذا اردنا ان نتناول طبيعة المشهد السياسي في مناطقنا خاصة في هذه الايام. شنو المؤلم به؟ المؤلم اننا حقيقة تناولنا المشهد السياسي تناول مشوه ويعني حتى تشوهت معالم المشهد السياسي في محافظتنا. نتيجة التناول الهابط في طبيعة الخطاب وتحول الصراع من صراع سياسي إلى صراع شخصي، وبدأت الأمور حقيقة يعني تسمى الأمور بمسمياتها وبدأت الـ يعني شخصنة القضايا. هذه شخصنة القضايا بكل تأكيد يعني لها يعني جانب سلبي لأنها تعمق الخلاف على المدى البعيد وحتى على المدى القريب، وبالتالي جميع الأطراف تحاول أن تنقل الصراع من صراع سياسي إلى صراع اجتماعي وتحاول أن تجبر جمهورها على تناول ليس الرؤية السياسية أو البرنامج السياسي، لا بل إنها يراد لها أن تتناول الملف السياسي بشكله بشكله بالخصومة الموجودة. هم عندهم بشكل الصراع ماكو برامج لحد الآن. لم أسمع لا مرشح ولا زعيم الكل بدون استثناء جماعته كل جماعتهم ولا مو جماعته حدا رجال مستقل جميع القوى السياسية لم تطرح لحد هذه اللحظة
أي برنامج سياسي، كل ما طرح هو عملية إسقاط الآخر. وبالتالي هذه الثقافة وهذا المنهج منهج لا ليس لهم أي مردود إيجابي على واقع المجتمع، ولا يوجد حقيقة المجتمع اليوم يعني يراقب أو ينتظر أو يتأمل على أقل تقدير أن هنالك يعني فرصة، يعني نسبة الفرص في حياة المعيشية ترتفع، هنالك قضايا اللي تتعلق بالجانب التنموي، هنالك خطة لتقليل حالات الفقر، هنالك خطة لمعالجة الواقع البائس، إعادة المهجرين. هذه الملفات التي استخدمت ومنذ فترة ليس بالقليلة سنوات تستخدم فقط للدعاية الانتخابية وفي أثناء الانتخابات. هذه الانتخابات غيبت تماما هذه التفصيلات، حتى يعني التناول الانتخابي لم يتم تناولها، بل إنه ذهب الأطراف إلى إسقاط أحدهم الآخر والتسمية بالاسم. وأنا أعتقد هذه يعني سابقة ليست يعني إيجابية ولها انعكاسات سلبية. شنو دفاعهم هيك وصلوا لهذه المرحلة؟ حجم الخلاف وعدم وجود حدود بين الأطراف يعني التناول السياسي زين. وأيضا الأطراف حقيقة لا يوجد هنالك إيمان عميق بالتجربة الديمقراطية زين. والخلاف تطور بشكل وبآخر إلى أن ذهب إلى قضية شخصية أدت حقيقة إلى أن يكون تقديم مثل هكذا. هذا السؤال يعني بس أردك تجاوبنا بصراحة بدون دبلوماسية. ما جاوبك دبلوماسية، راح أترك حتى دبلوماسية راح أتركها. هم اللي سووه مو أكبر من هذا اللي قاعد يحكوا بألف مرة، صح؟ هسه واحد قال للثاني هتلي، واحد قال معيبة، صح؟ هم مسوين أكبر من هذا، معيبة. هم بالخفاء مسوين أكبر من هذا، لما مسوين ألف يعني مرة مسوين أكبر من هذا، سرقوا الموازنات، اشتغلوا ما أدري منو، صح صح مو صح. صحيح صحيح، خلص بعد عليه من هذا الواقع اللي يقولوه. واحد يقول للثاني هتلي يعني معناتها لا، مو بهالصورة، مو بهالصورة، هذه فيها انعكاسات عزيز الكريم. لا هم مسوين الأكبر منها، لا ما مسوينها هسه مسوينها وما مسوينها. خلاص أستاذ عمار، الأستاذ العفو أستاذ دكتور محمد، يعني أعتقد هنالك متلقي يريد أن يسمع غير هذا الخطاب، تمام؟ وشئنا أم أبينا الأغلب هم منتخبين ولديهم جمهور، والحضور يعني هسه عند هاي الخطابات ما جت اعتباطا، جت امام جمهور. وبالتالي هذا الخطاب امام الجمهور غير لائق ولا يمت بصله للجانب السياسي نهائيا. ليش ما نسميه هذا مو سياسه؟ عين السياسيه هي ادواته، ادواته تختلف تماما. يا اخي هسه بالانتخابات الامريكيه يطلع واحد مرشح حتى يتجاوز ويغلط وكذا ويقلد مشيته ويقلد تعامله ويقلد تصرفاته ويقول هذا غبي وهذا تافه وهذا ما اعرف ايش، شوفونه دائما. ليش تعتبرونها هنا مساله طبيعيه؟ لا القضيه مختلفه. شلون؟ لا اول واقع الاجتماعي مجتمعاتنا طبعا، اولا الواقع الاجتماعي يختلف، عادات وتقاليد المجتمع، قيم منطلقات القيميه للمجتمع تختلف. القضيه الاخرى ايضا انت يعني اليوم تقارننا احنا كتجربه ديمقراطيه مثل هذه الدول، اكيد ايضا القضيه مختلفه. هذول لهم حدود معينه، عدم تجاوز هذه الحدود عيني يجوز هم الضابط الامني يجوز هم علموا لان سوينا عقود وياهم شركات والشغل. خلوا راح دكتور عمار يجوز هم علموني. الله اعلم، الله اعلم. زين شنو وجهه نظرك عن الموضوع؟ هذا صراع انتخابي قد تحدث بها التفاصيل. بدءا تحية طيبة لك أخي العزيز ولضيوفك الكرام وخصوصا أخي دكتور غانم ولمتابعي قناتكم. حقيقة نوعية أي خطاب سياسي هو يعكس، قبل أن يعكس الصفة الشخصية يعكس البيئة السياسية التي يعيشها أو التي ينطلق منها صاحب هذا الخطاب السياسي. احنا للاسف نتكلم بديمقراطيات وناخذ من الديمقراطيات ربما الشكل الغير واضح منها، وننسى او نتناسى انه الديمقراطيات هي قواعد واسس واساسيات يجب ان يتمتع بها او نتمتع بها كمجتمعات او كافراد ضمن بودقه سياسيه، ضمن بودقه اجتماعيه. موضوع أنه الخطاب الانتخابي، الانتخابات في كل دول العالم هي نتيجة عملية للنظام الديمقراطي أو إفراز النظام الديمقراطي، جزء منه هو العملية الانتخابية، ولا تكون العملية الانتخابية فقط بيوم الاقتراع أو يوم الانتخاب، وإنما تسبقها برامج انتخابية، تسبقها أهداف انتخابية، ماذا تريد أن تحقق عندما تجد في أي هاي. وين دكتور عمار؟
بصورة عامة دا أتكلم. خلي الصورة العامة. دا أربطها بالداخل. طيب مجال. ماك علاقة بالصورة العامة. لا 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 لا. شو هلا عاد؟ تعرف توضح الصورة. لا لا لازم توضح الصورة. أنت قاعد تسأل سويسرا هسه. لا لا بالعكس حتى إحنا إذا نريد نستفاد منها أو نتعلم منها ليش إحنا كنا من نريد نطبق هذه الأمور أخي. أنت بطلتني مجال أكمل الفكرة يا دكتور. زين. اللي ينهج خطابا متشنجا خطابا هجوميا خطابا ارتداديا بدون برامج سياسية أو بدون رؤية سياسية أو بدون أيديولوجية فكرية هذا إذن هنالك خلل وهنالك مشكلة في الفهم السياسي أو الانتخابي لتلك الشخوص أو لتلك الشخصيات. زين. أنت لو كانت لديك الرؤية السياسية ولديك البرنامج مثل ما أشار أيضا أخويا لديك البرنامج الانتخابي الذي تريد أن تعمل عليه أن تقدم عليه سيكون خطابك مختلفا. هذه نقطة. النقطة الثانية أيضا أشار لها أخي وأنا داريد أشير لها كنت في كل الانتخابات السابقة وأنا أعتبر الانتخابات الحالية أيضا هي امتداد لمراحل انتخابية سابقة وين أين البرنامج الانتخابي للمرشحين؟ زين. لحد الآن لم أشاهد مرشحا إجا وقدم برنامج انتخابي حقيقي. واحدة اثنين ثلاثة هذا ما نريد أن نعمل عليه هذا هو برنامجنا الانتخابي. زين. هذا ما نريد أن نقدمه. تجد كل الشعارات والعبارات هي مستنسخة ومتناسخة من التجارب السابقة أو من الشعارات السابقة. سنعمل سنقدم سنريد. أكو نقطة أيضا أساسية أنت ما تظل من تريد تعبر ما تظل تستنشد بأنه والله سوينا طينا بنينا هذه بالجزئيات الانتخاب دعايات الانتخابية هاي تحمل الربع لكن أنت دائما مشروعك القادم شو تريد تقدم لأن التجربة اللي قدمتها هي أصبحت من الماضي عندك تجربة قادمة تريد أن تقدمها أو تعمل من خلالها شوف كلها وعود كانت حتى بعض البرامج تناولت هذه الشخصيات المرشحة أو الدعائية أو حتى المرشحين بأسلوب ساخر وهذا يعطي رسالة أنه هنالك عدم وضوح ورؤية انتخابية أما بخصوص الهدف اللي تريد أنت توصل إلى وتقوله فأنه غياب أي رؤية أو أي فكر أو استراتيجية لدى سين أو صاد بالعملية الانتخابية هاي نتيجتها وهاي واقعها صدق زعاطيت يعني؟ يعني شوف هذه العبارة أتوقف عندها كثيراً. أنا ما أنا قايلها هم واحد يقول للثاني تزعطوط. هذه عبارة خاطئة يا أخي. أخي شنو الزعطوط؟ تعريف الواعي أو الناضج عن الصغير بالعمر. مو إحنا 18 سنة ونكتب ونسوي وغيرنا وقادوا وزارات وقادوا دول بأعمار هي بالعشرينات. هذه خطاب مرفوض جداً. عملية التقليل. أنت تستصغر المقابل. روح قدم نموذج أفضل منه. وأعمل أفضل منه. وبعد ذلك راح انت تبرز وهو راح ينتهي اما عمليه التسقيط بالعمر العمر عمره ما كان هدف او اساس للمواطن او للانسان الانسان بعمله بافعاله بالقدره التي يستطيع ان يقدمها بالمنجز زي. اللي يستطيع ان يقدمه اما العمر مثل يقول لك عمره هذا شلون نقول مثلا بالعمر عمره 28 سنه وحصل على شهاده الدكتوراه وعمره 60 سنه واخذ شهاده الدكتوراه لا هي زعاطيط ما تعني العمر ايش قد عمره تصرف أيه الفعل أيه اوكي تصرف انت المفروض تكون اكو رقيب التصرف اكثر حتى تعكس الصوره احسن اما عمليه ترد الكلمه وشون يعني انا برايي ان من يتعامل ورد كلمه مقابل كلمه هذا نفس الشخص اللي هو ده يتكلم عليها تنعكس عليه تمام شيخ عزام حياك الله شيخ عزام اسمعك شيني وين وصلتوا بدعاياتكم الانتخابيه يعني أول شيء ببدء تحية طيبة لمشاهدي قناة الكريم وأيضا فكر موصول لضيفك الكريمين لا شك يعني اليوم إحنا في كرفوك نمر بحالة من الحراك الانتخابي القوى الأحزاب السياسية سواء كانت عربية أو كردية أو إسلامية تتنافس فيما بينها على مستوى الشارع وتعمل على إيجاد بقع مناطقية لها وأيضا على مستوى القرار الجماهيري ايضا تحاول ان تقنع جماهيرها فيما يتعلق بموضوعك ان يكون لها قرار انتخابي وبالتالي نحن كمكون عربي لدينا خشيه وتخوف بان المرحله السياسيه المقبله سوف تكون مرحله سياسيه صعبه على اعتبار نحن لاول مرحله ندخل في تجربه انتخابيه على مستوى المحافظه وايضا
وايضا لاول مره نحن في كركوك نبدأ عمليه فرض القانون. ولحد هذه اللحظه جربنا الاداره من طرف المكون العربي، نخشى ان يكون قرار السياسي الكردي في المرحله المقبله هو شبيه بما كانت عليه كركوك قبل عمليه فرض القانون، من عمليه جلب قوات البيتمرقه، جلب الاسايك، موضوع احياء 140، موضوع احصاء 57، مراكز التنسيق المشتركه، على اعتبار ان القرار السياسي الكردي هو يسير وفق ادبيات ثابته من قبل حكومه الاقليم، وان حكومه الاقليم تنظر الى كركوك يجب ان تكون ضمن هيمنه حكومه الاقليم تحديدا، ويجب ان تكون كركوك على مثل ما كانت عليه قبل عمليه فرض القانون. القرار السياسي الكردي بعد عمليه فرض القانون خسر كثير من الامتيازات والمناصب الاداريه والامنيه والاقتصاديه، وبالتالي اليوم يسعى يعني استاذ عزام انتم هذا يعني هذا 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 تفكيركم وهاي يعني هاي اولوياتكم، بس جاي تشاهدون اولويات زملائكم او ما اعرف يعني الباقين شلون قاعد يتصرفون؟ انتم قاعد تفكرون انه قاعد تفكرون تقريبا بقضيه مصيريه لموضوع يتعلق بامنكم؟ جماعتكم ما ادري الزعاطيط ما ادري الهتليه حشاكم حشا المشاهد؟ يعني اول شيء حتى نعطيك فكره عامه، يعني اليوم خلينا نتفق انه بعد عام 2003 البيت بما يسمى، ولا انا اقولها بصراحه، البيت العربي السني. البيت العربي السني بعد عام 2003 تحديدا اصبح يعني تشكل بثلاث مراحل. المرحله الاولى التي مر بها البيت العربي السني هو هو البيت الخاسر، ثم بمرور السنوات اصبح البيت المدافع، ثم اصبح في هذه الفتره تحديدا البيت المنتصر. والكل يعرف بعد الانتصار منتصر على مستوى انه لم تبقى يعني البيت السني العربي ليس مثل ما كان سابقا يتابع او يلاحق، على اعتبار انه امتداد بتنظيم داعش، امتداد بتنظيم القاعده، امتداد بتنظيم حزب البعث. البيت السني كان لا يرغب في السلطه، اليوم البيت السني اصبح ماسك للسلطه. نعتقد بعدما اصبح منتصر بدا يتمتع بالمال العام، والكل يعرف ان بعد الانتصار يبدا السقوط والانهيار. حتى البيت السياسي الشيعي وحتى البيت السياسي الكردي، الكل يعرف عندما كانت المظلوميه الكرديه توفر لدى الشارع الكردي كان القرار الكردي متوحد، لكن اليوم القرار الكردي متفرق على اعتبار ان هناك مغانم ومكاسب. وحتى البيت السياسي الشيعي نجد اليوم ايضا متفرق عما كان عليه سابقا، بالتالي هذه المرحله تعتبر مرحله طبيعيه. اما فيما يتعلق بطبيعه تلك الالفاظ، انا اعتقد ان زمن القيم والمبادئ والافكار الثوريه والافكار المقدسه اصبحت من الماضي، واليوم من يعمل على حكم العراق اعتقد هي مجرد افكار اقتصاديه، افكار تجاريه، ولكن للاسف الشديد حتى تلك الافكار تبتعد عن ما هو مالوف من منظومه اخلاقيه، من منظومه مبدئيه. نجزم بشكل مباشر ان الوضع لا يسر، وان بس ما فهمت من وجهه نظرك هاي مقبوله لو ما مقبوله لو شنو بالضبط؟ لا 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 طبعا ما مقبوله، انا جاي اقول لك انه مع الاسف يعني هذا الانحطاط الفكري وهاي التسميات وهذه الالفاظ اعكست صوره سلبيه، انه لحد هذه اللحظه لا يمكن ان يكون هناك قاده في هذا المثلث او في هذا الحي. فانا اعتقد اعتقد بشكل مباشر بان تلك الشخصيات بمجموعها لا تكون قادره على إدارة الملف العراقي والعفو في تلك المنطقة حتى القرار العراقي، وبالتالي أعتقد الأيام المقبلة ستكون أيام صعبة. من تقصد المقادرين؟ نفس تلك الشخصيات عندما يتكلم من هم؟ قل لي ياهم الشخصيات اللي ما قادرين يديرون الملف. يعني هم نفسهم اللي إذا كان سيد محمد ريكان الحلبوسي والسيد جمال الفربولي، أعتقد خروجهم بهذا الحوار وبهذه المناظرة، وبمناسبة كان ايضا هناك حوار ما بين السيد محمد البوسي وايضا السيد محمد خميس الخندر، وكانت اسوء مما لاحظناها. نعتقد ان تلك هذه الرؤيه السلبيه هي لا تليق بالشارع في تلك المناطق، وايضا لا تليق بطبيعه المناصب التي يتحلون بها. نعتقد ان هذا لربما شبه سقوط لتلك الشخصيات، على اعتبار انهم ابتعدوا عن الافكار الاساسيه في بناء الدوله، والتجوا الى الافكار التي هي قريبه من مستوى لا يليق بان يكونوا قادرين على اداره الامور. زين دكتور، هاي يقول شبه سقوط حضرتك دكتور. نعم. يقول شبه سقوط هذا للجماعه. يعني اكيد يؤثر على رصيدهم الجماهيري. يعني اكيد يعني اليوم هم عندهم رصيد جماهيري؟ لا شك اكو رصيد جماهيري. شلون هذا؟ نعم. شلون شعبي مو نخبوي.
يعني بمستوى وعي شعبي وليس نخبوي. زين. أغلب النخب حقيقة انكفأت وبدأت تتفرج من خارج الساحة وتنتظر حقيقة أن يعني تحسم هذه المعركة لأن لم يعد للنخبة العاقلة الواعية لا هم يقبلون ينطونها دور تمام ولا هذول النخبة عندهم قدرة أنه يتفاعلون مع هكذا أجواء ويتمسخون في هيك يعني بيئة ملوثة. زين ليش ما هاي النخبة اللي موجودة ليش ما تقتحم الموضوع؟ ليش ما تقتحم هذا المشروع السياسي وتشارك به وكذا؟ ما عندهم القدرة؟ دكتور الإمكانيات تلعب دور يعني تعرف هذه النخب أغلبها طبعا هي تنتمي لمدرسة الاعتدال ومدرسة الاعتدال في رسم الأوزان المحلية في الداخل العراقي هي غير محسوب حسابها تماما. زين. يعني لا الخارج الداعم للقوى السنية يرغب بتنشيط مثل هكذا قوى لأن تعرف أنت جنابك يعني في لوبيات معينة تحاول أن تبعد اندماج المجتمع السني كليا مع النظام السياسي. زين. ولا حقيقة بس من ناحية الاعتدال يعني الحلبوسي يوصف بالاعتدال ما يوصف بالتطرف الرجل. يعني الحلبوسي بدأ معتدلا أنا بالمناسبة يعني كنت حريص أنه أبتعد عن شخصنة الأمور حقيقة. لا هاي مو شخصنة. لا مو دكتور إذا سمحت لي أنا حقيقة الرجل يمكن يدري دكتور عمار عرفته في فترة من كانت يعني ممنوحة إلى صلاحيات تنفيذية بزمن الكاظمي. هسه والله ما أشوفها من يعني أخلاق الفرسان وأخلاق فلذلك يعني بالالتزام تصمم طيلة. الرجل عنده مشروع سياسي. بس خليني أشخصتك يا. لا رجل عنده مشروع سياسي الآن. أنا شخصيا خليني أجابك على هاي الحثية وأنهي بموضوع حلبوسي. يعني كنت أعتقد بداية. أنا ضربت بس إذا تسمح لي. مو هسه راح أجابك عليها. لا بس اسمح لي. أنا يعني مو أريدك تحدث عن. طبعا خلينا. لا 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 بس أنت مقصود. فهمت سؤالي بشكل آخر. الآن أنت حضرتك تقول النخبة ما يقدرون يشاركون لأنه الخارج ما يدعمهم ما عندهم القدرة على الدخول هاي إمكانيات بسمح لي. نعم. فأنا أقول لك قلت لحضرتك أنه هم معتدلين. نعم. فأنا قلت أنه الحلبوسي أيضا شخص معتدل لكن وصل إلى مراحل هذا قصدي أنا ضربتك مثال. العقلاء لم يسمح لهم أن يصلوا إلى مرحلة متقدمة في إدارة الدولة. تعرف ليش؟ لأن العقلاء ودائماً مشروعهم شنو هو مشروع الوعي. وبالتالي لا ترغب هذه القوى السياسية أن يرتفع مستوى الوعي الجماهيري لأن علي من يبيعون مالاتهم بالسوالف. علي من يبيعونهن أستاذ محمد دكتور. ما يبيعونهن على ذول الناس البسطاء اللي هو رؤيته سطحية للمشهد السياسي. وتناول سطحي وتقييم سطحي وتصورات سطحية وبالتالي هم يحتاجون مثل هذا الكم لأن الغاية هي انتخابية الغاية هو عدد أصوات وليس الغاية أنه يرفع وعي المجتمع حتى المجتمع يتحصن أمام الأزمات ويكون قادر على بناء نفسه فكريا هذه القصة مو يمها الجماعة زي. الجماعة قصة سلطة وأصوات نعم أجابك على موضوع السادة دكتور السادة محمد الحلبوسي يعني أستاذ محمد الحلبوسي أنا حقيقة بداية تقييمي إلى من بدأ كمحافظ كنت أقيمه أنه رجل ينتمي إلى مدرسة الاعتدال لأن أولاً ما عنده ممارسات عنف ما لوحظ عليه خطاب متطرف لكن بديت أأشر عليه مؤشرات في الآونة الأخيرة وأعتقد هذه المؤشرات كان يفترض أن يتم مراعاتها أقصاننا إحنا كقوة اعتدال من المشهد تماماً أقصاننا لم يسمح لأحد من عندنا أن يأخذ فرصة إضافة إلى أكو قوة متطرفة كانت مارست ممارسات تطرفة وتبنت العنف في مرحلة ما كانوا قريبين من عندها كثيرا وبالتالي أنا أعتقد مشورة هؤلاء دفعت أو يعني ساهمت بعملية تراجع الاعتدال عند هذا الرجل خاصة فيما يتبنى بالملف السياسي صح لم يلاحظ عليه خطاب معين ماكو خطاب متطرف عند الرجل لا ماكو خطاب متطرف صحيح أكو ديول يعني أكو لمسات لي يعني مواقف مو متطرفة لكن مواقف فيها شيء من الخصوصية المكوناتية بدت نوعا ما تتنامى وبدت الرغبة لإقليم وكذا هسه أنا مبصدت يعني حقيقة دقيم أداء الرجل لكن أتكلم قضية الإقليم قضية حقيقة هاي لو شنو أكو رغبة أكو قوة تدفع اشتغلوا عليها يعني الحلبوسي شخصيا أنا أتكلم بإنصاف ما أعتقد هو رجل عمل عليها بجدية لكن في لوبي قريب من عنده كان يدفع بهذا الاتجاه من ذول اللوبي شنو؟ يعني بعض القوى اللي كانت في ساحات التظاهر بعض القوى اللي كان إلها خطاب مؤيد للمجاميع المسلحة يعني هؤلاء مجموعة من الشخصيات اللي
نوعا ما مأزومة حقيقة. تبنت متبنيات شو يسوون لحد الآن ما قدرنا تندمج مع الوضع العراقي بسرعة. تمام شنو قصة الإقليم؟ الإقليم إداري حالة حال الأقاليم. خب أقوى أقاليم إدارية وهذا الدستور. لا أكو موضوع أكبر من هذا بالموضوع الإقليم. لا لا مو موضوع أكبر. هو تعرف أكو رغبات أحيانا نوبات توجد رغبة عند القابض على السلطة في أن يعني يبحث عن مساحة إدارية أوسع في حكم منطقة معينة. هذا رغبة وطموح وقد يكون طموح مشروع، لكن من تجي الطبقة على أرض الواقع صعب جدا. اليوم تروح على أنبار على الرمادي، أنا جاي من الرمادي على هذا اللقاء كلها ثلاثة أرباع الساعة وصلت إلى أمك. صعب شلون تسوي يعني أكو اندماج أكو تداخل كبير. يعني صعب جدا يعني تطبق نظام أقلمه في هذا المرحلة. إذا إقليم إداري لا بسمح لي، إذا إقليم إداري فما له علاقة بقصة الإكراد. دكتور محمد الإكراد شنو اللي حصلوه من الاقليم؟ عمي صار 5 أشهر ترى رواتب ما استلموا. فبالتالي القصه مو محرزه حيل. يعني احنا اليوم كنا نعارض قبل، كنا يعني مستبنين موضوع المعارضه. كنا حقيقه انا شخصيا اتبنى في موضوعه ان يتم تفعيل المركز باتجاه مناطقنا حتى على اقل تقدير هذه المركز تتحقق مركزيه وتخفف عنا ادوات، تمنع عنا ادوات التسلط، وتحقق فشيء من العداله الاجتماعيه في تناول في 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 دوائر الدوله او غيرها، وبالتالي تمنع تحزبها وتمنع ميولها باتجاه فاعل دون اخر. بالتالي كنا نحاول انه ندفع بالمركز وضغطنا على المركز وعملنا لوبي كبير جدا، والدكتور عمار يعرف تفاصيله، في سبيل انه المركز حقيقه يشفع لنا نوعا ما او على الاقل تقدير يعطينا مساحه. ما حال الناس راغبه كثيرا اليوم في هذا الوضع النفسي والوضع المجتمعي المستقر والوضع الاجتماعي اللي مندمج نوعا ما، والوضع تعرف التراجع يعني حده الخطاب الطائفي على مستوى العراق بصوره عامه. ما حال الناس بعد يعني متشوقه لموضوعات الاقاليم، وندخل المجتمع ايضا في مواجهه ومناكفات مكوناتيه مرحله في مرحله جديده قد ما نعرف ايش تنتج ما تنتج في قادم الايام. شنو قصه رئيس البرلمان؟ اكو بها شيء جديد لو ماكو؟ عندك يعني معلومات؟ يعني قبل ان اجيبك على هذا السؤال سألت بموضوع النخب أو القواعد المثقفة دورها المفكرين. ما صارت والله. يمكن أنت تحكي شوية. لا أعرفهم خطأ، مساكين قاعدين على. لا لا لا، أكو نقطة مهمة أساسية. المتصدرين دول اللي عندهم فلوس. مفهوم بناء السلطة يختلف عن مفهوم بناء الدولة. أكيد. المثقف والسياسي الحقيقي. الواعي اللي يمتلك الوعي السياسي يبحث دائما، هذه النخب تبحث عن مفهوم بناء دولة، كيف تبني دولة. أما من يملكون المال السياسي بجهل ثقافي وعدم وعي وإدراك حسي، هؤلاء يبحثون عن تركيز سلطات بأيديهم، عن منع صلاحيات لأنفسهم. هؤلاء هذا النقيضين لا يمكن أن يلتقيان أو لا يمكن أن يمضيان بمفهوم سياسي حقيقي لبناء دولة أو لإعطاء المساحة لبناء تلك الدولة. لذلك تشاهد على مر الأزمنة وعلى مر العصور الطبقة المثقفة الطبقة الواعية لا يمكن أن تندمج بالمجال السياسي مع الطبقة التي تمتلك المال فقط، وهي نقطة جدا أساسية. زين نرجع إلى موضوع رئاسة البرلمان. لحد الآن هنالك مفاوضات وهنالك جلسات لإبراز أو إعطاء أسماء، رغم أنه المعلومات يعني المسربة لحد يوم أمس الاتفاق المبدئي على 3 أسماء، ولحد هذه اللحظة أنه من هما؟ يعني المرشحين بقوة الدكتور محمود المشهداني والسيد النائب سالم العيساوي، وعلى الخط أيضا السيد الشيخ شعلان الكريم. ها يعني هسه صفوا 3. هذه الاسماء المطروحه لحد الان 3 هم، حتى يعني الاسماء الباقيه يعني الاسماء الباقيه نزاحت هسه 3 أسماء. ما تعرف، شوف احنا بالسياسه عندنا تعرف جيدا لا لحد هاي اللحظه نتحدث، يجوز باكر يرجع لك اسم الدنيا اسماء ينطرح ويمرر ما تعرف. لكن اللي دا يسرب من خلال الاجتماعات واللقاءات، بل وحتى بالاجتماعات يوم امس، انه هذه 3 أسماء هي الاقوى حظوظا للمضي. طيب بالنسبه للاتفاق على انه يكون رئيس البرلمان من تقدم، يعني هذا ايضا بعد خيار موجود وخيار مطروح بالنسبه لتحالف السياده، يعني تحالف ما بين تقدم وحزب السياده اللي هم القيادة. تحالف القياده، شوف تشكل القياده السياده وتقدم
هو كان تحالف السيادة. القيادة تسمية القيادة هو التحالف ما بين تقدم والسيادة في محافظة كركوك ومحافظة واسط ومحافظة البصرة. زين. الآن يجوز هم شكلوا أو سموه تحالف القيادة، هذه نقطة أخرى ربما تكون. لذلك لحد هذه اللحظة هنالك مفاوضات وهنالك جلسات بين مختلف الأطراف للاتفاق على مرشح أن يكون أو يمضون بمرشح للجلسة. تبقى هي الجلسة اللي راح تنعقد بموافقة الأطراف السياسية اللي راح تحدد من هو رئيس البرلمان. سمعت ضيفي من كركوك شلون يفكرون هالكركوك؟ يعني بالطبع كركوك لها وضعها الخاص. تمام، وشلون يفكرون الجماعة اللي قاعد يتنافسون؟ يعني شوف، هي احنا دائما نقولها ابعاد الخلافات الشخصيه والمصالح الشخصيه عن المصلحه الاساسيه والمصلحه العامه هو هدف اساسي. كركوك لها وضعها الخاص، لها الامور الخاصه اللي حثت بها على النخب السياسيه هذه ان تنظر لقواعدها الجماهيريه، لتحركاتها في تلك المناطق وفق رؤيه سياسيه حقيقيه واستراتيجيه حقيقيه. زين، شنو المصالح الشخصيه اللي بين الجماعه اللي تخليهم يوصلون الى مرحله يتغالطون على الملأ بهذه الطريقة؟ غياب الوعي السياسي. لا، غير هاي. يعني بالنسبة لي غياب الوعي السياسي، عندما تغيب الرؤية السياسية ويغيب الوعي السياسي ويغيب البرنامج الحقيقي، ربما تكون عملية إسفاف في بعض العبارات أو تكون عملية تسقيط من طرف على حساب طرف آخر. جماعة بيناتهم صفقات وأشياء. والله الله أعلم، أنا هاي الأمور تدري لا أتدخل بها ولا أعلم بها، والله يبعدنا عنها إن شاء الله. ذاك واحد يعلم منها بالقاعدين هو أنت ودكتور غانم. نحمد الله على كل حال. ها؟ أقول نحمد الله. نحمد الله على كل حال. إيش أقول لعبد؟ إيش أقول لك لعبد؟ نحمد على حالنا إحنا، نحمد الله. نحمد الله على ظننا. على حالنا، الحمد لله، الحمد لله. شيخ عزام. نعم. الجماعة يصلحون لقيادة مكون الآن لو لا؟ صراحة أريدها. لا يعني شوف، احنا خلينا نكون واقعيين، أول شيء علينا ما نستهين بيت الشخصيات، هي تمتلك قرار جماهيري وأيضا تمتلك قرار سياسي وأيضا تمتلك دعم دولي. على اعتبار ما تفكر ضيفك الكريم، يعني في العراق لطالما كانت العملية السياسية في العراق تدار بطريقة خارجية، يعني بعد عام 2003 تحديدا البيت السني العربي لم يكن جزء من القرار السياسي ما قبل عام 2003 على مستوى الخارج، لكن كان قرار السياسي الشيعي وكان القرار السياسي الكردي استطاع ان يكون خارج العراق مع وجود الحزب الاسلامي واستطاع ان ينظم الصفوف، ولحد هذه اللحظه نجد ان تلك القرارات هي ثابته ومستقره. بعد عام 2003 القرار السياسي السني دخل في علاقه سيئه مع القرار الامريكي وفي علاقه سيئه مع القرار السياسي الشيعي وكذلك الكردي، وبالتالي اصبح ينظر له بانه امتداد لنظام حزب البعث، امتداد القاعده، امتداد من داعش، وبالتالي اعطى كثير من الخسائر، لم يدرك جدوى وقيمه عمله السياسيه. وبعد سنوات دخل في علاقه جيده مع القرار الامريكي واستطاع ان يحصن نفسه، وبالتالي وتحديدا في تلك الفتره كان القرار السياسي السني هو يعتبر في اقوى وفي اعظم موجاته على اعتبار انه وجد حليف وتحديدا الحليف الامريكي. بعد غياب وبعد انسحاب الامريكان من العراق اصبح القرار السياسي السني مباشر، البعض يدار بطريقه تركيه والبعض يدار بطريقه ايرانيه والبعض يدار بطريقه قطريه والبعض الاخر يدار بطريقه كرديه. اعتقد استاذ عزام اوقف 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 اوقف، هذا الكلام قوي اللي قاعد تتحدث به، يعني ما يعني قرار يا اما يكون امريكي يا اما يكون تركي يا اما يكون اماراتي يا اما يكون ايراني يا اما يكون حقيقه، هذه هاي حقيقه استاذ. اليوم البيت يعني جماعه ما عندهم قرار. لا لا شوف، مو بس هم، يعني تكون على ثقه، يعني كل القوى الاخرى ايضا لديها دعم دولي. يعني اكو فرق بين الدعم الدولي وبين واحد قراره. استاذ محمد شوف، انا قلت يا صراحه كل البيوت السياسيه في العراق هي تنتمي للخارج بشكل ما، كل البيوت تنتمي الى الخارج سواء كان على مستوى العقيده او على مستوى القوميه او على مستوى الافكار الليبراليه او الافكار العقائديه. يعني الحزب الشيوعي ينتمي للاتحاد السوفيتي، التيار الديني المتطرف ينتمي للتيار الديني السلفي اللي هو موجود في السعوديه، التيار الشيعي ايضا هو يتعاطف ويتناغم مع التيار. لا بس مو الكل، مو الكل، لا ما تعمم. لا انا احكي لك، هاي هذه اكو تحالفات، يعني اكو صحيح تحالف. العفو على المقاطعه، بس اخوي العزيز يعني اسمح لي، بس اسمح لي اخوي العزيز، اسمح لي، بس اسمح لي، انا هم اخوك، اسمح لي
دائما عندما نطرح فكره مثل هذه الفكره اللي تتكلم بها او اللي تقول بها المفروض نقول البعض او الاغلب، لا نقول الجميع. لا لا انا لا لا مو العفو استاذ، لا تفهمني، انا جاي اقول لك البعض، انا ما اقصد الجميع. لا لا ما انا الجميع زين، لا بس هذا هذا شوف 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 هسه تمام ماكو مشكله. هسه مثلا بعض الجهات السياسيه الشيعيه عندها علاقات مع ايران، عندها علاقات مع تنتمي لمحور المقاومه كذا، هاي واضح. نعم نعم. بس ما تقول لي انه بس اسمح لي اكو جزء من عندهم لا عندهم علاقات يمكن مع الامريكان مع ما اعرف ايش، بس ما تقول لي انه البيت السياسي السني انه تحكمه هاي العلاقات كلها، يعني جزء من عندهم تحكمه تركيا، جزء من عندهم تحكمه يحكمه الكرد. الداخل اجاوب على تفصيله، بس خلي يكمل. لا بس خلي يكمل معلومته. يعني اسمعها من عندي. ها اسمعها من عندي، اسمعها من عندي. اغلب البيت السني يدار بطريقه قطريه بطريقه تركيه ويدار بطريقه ايرانيه ويدار بطريقه كرديه، والاقوى والاكثر يدار بطريقه كرديه، هذا واضح. يعني طريقه كرديه هذا ما يعني نعم، يعني القرار الكردي لديه تاثير واضح على منو على منو يعني. منو اللي قراره كردي؟ منو اللي قراره كردي مثلا؟ يا انا ما اسمي شوف استاذ، انا احكي لك هذه انا هذا احكي لك تحليل الشخصي وجهه النظر، يعني انا احكي لك هذا هاي وجهة نظري. البيت السني استاذ حتى احكي لك يا صراحة، البيت السني التجأ الى تركيا بعد غياب الامريكان. البيت السني يخشى ايران ويخشى حلفاء ايران في المنطقة باعتبار انهم بيت متطرف، لجأوا بعد غياب الامريكان لجأوا لتركيا في سبيل تحميهم من التمدد الايراني. طب وين التطرف؟ لا لا بس اسمح لي، وين التطرف هم وحلفائهم في نفس العملية السياسية؟ لا لا هم حلفاء هم صحيح، لكن بنفس الوقت عندهم علاقات. يعني اعطيك معلومه، يعني السيد محمد الحلبوسي بدا يفكر بطريقه الدكتاتوريه في حكم العراق. فبدا هناك تخوف من هذا الانفتاح وهذا التمدد، فقالوا هذا الشخص اذا يظل باكر كلنا راح يشلعنا، خلي نطير ولا باكر جبنا دعم دولي واغنيني وامريكي ونسوي انقلاب العراق. اها حقيقه يعني هذا اللي هذا يعني محمد الحلبوسي مثلا، محمد الحلبوسي كان يفكر بطريقه انقلابيه مثلا. سأل شوف السلطه تخليك تفكر. طيب هو انا اقول لك تفكر، ليش ما تفكر؟ هو بالنسبه له كل القيادات السنيه القديمه ها هو اصبح البديل لها، وحتى نظريه الاعتدال ومدرسه الاعتدال كما تكلم ضيفك اصبح البديل لها، فالطموح والسلطه تجعل من الشخص ان يحاول يتمدد في المنطقه. بدات القيادات الشيعيه وحتى القيادات الكرديه وقيادات الشيعه بدات تشعر بالخوف ان هذا الشخص ممكن انه يعمل في مناطقه، وممكن باكر يعني لربما ياتي بدعم دولي. والعراق الكل يعرف انه وضع العراق في المنطقه وضع مضطرب، وهناك اقاويل لانقلابات وتغيير نظام الحكم واصوات في الخارج، فشعروا انه هذا رجل لربما عنده رؤيه، وهاي الرؤيه ممكن تشكل خطر عليهم في المستقبل. وبالتالي لاحظنا انه الكل بدا ينظر، والكل ينظر الى سيد محمد الحلبوسي انه رجل دكتاتور، ومناسب هو رجل نجح، هو نجح في ان يكون قائد، لكن القائد نجاحه في اداره قائد نجاحه دكتاتور. في قائد بطريقه دكتاتوريه. حقيقه يعني وين الدكتاتوريه اللي عنده محمد الحلبوسي؟ رئيس برلمان، والبرلمان هو عمليه ديمقراطيه، يعني شنو مثلا باي طريقه وضحت الدكتاتوريه؟ هسه لو تقول لي رئيس وزراء ويدير بطريقه دكتاتوريه ممكن قريبه، لان هاي اصدار قرارات وكذا، بس رئيس البرلمان هو يعتمد اساسا على الديمقراطيه وعلى حساب الاصوات. وياي استاذ؟ وياك اسمعك. استاذ اول شيء السيد محمد الحلبوسي شخص ذكي جدا، ذكي بكثر ما تصور، رجل يمتلك امكانيات هائله من التفكير، يمتلك امكانيات هائله من الذكاء. والله لو ذكي كان ما زور له ورقه، ورقه مع النائب وراح حكمت عليه المحكمه، منين الذكاء مثلا؟ هسه هاي اللي يسويها ذكي؟ استاذ هي غلطه الشاطر بمليون، السيد محمد الحلبوسي مو غلطه، يعني ذكاء فاقد راتب. بعدين السيد محمد الحلبوسي عنده علاقات واسعه مع المجتمع الدولي والاقليمي، وبالتالي المجتمع الدولي والاقليمي لربما هناك افكار انه هذا النظام في العراق غير مستقر،
اعتقد هناك جهات سياسيه بدات تخشى من السيد محمد الحلبوسي ان يفتر من وراها ويخلق يخلق يعني يخلق ازمه في البلد. لربما يعني حقيقه مثل ما قلت لك السيد محمد الحلبوسي كان عنده مشروع على مستوى العراق، بالتالي الطرف الاخر ادرك ان بقاء شنو مشروعه على مستوى العراق، شنو مشروعه هو طلع القضاء ما طلع الطرف الاخر يعني يحكم العراق يحكم العراق كله باي طريقه يحكم العراق باي طريقه يعني كجمهوريه قصدك رئاسه جمهوريه او شيء؟ لا لا مو موضوع رئيس كل السلطات يخليها بيده كل السلطات ياخذها. شلون يعني ياخذها؟ ياخذها هو استاذ الانظمه السياسيه العراق على مدار كل الانظمه. لا وضح لي استاذ عزام يعني هو انت تقول لي هسه ياخذ السلطه مثلا ياخذ السلطه التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه كلها تصير تحت امرته باي طريقه؟ كلام غير واقعي. والله انا خل احكي لك شوف استاذ يعني هو يعني ما اعرف انا هاي الا بطريقه واحده الا طريقه واحده فقط هي طريقه الانقلاب العسكري والسيطره على الحكم او طريقه انقلاب باي طريقه يعني ما تصير يا اخوي هذا الشيء. لا خلي الرجال كم شوف اعطيك معلومه السيد محمد الحلبوسي اذا لو يجي دعم دولي ها ودعم دولي مفتوح يقول له روح سوي انقلاب والله لا يسوي انقلاب. السلطه ماكو السلطه يعني هو يعشق السلطة الرجل هو يبحث عن الزعامة هو الزعيم ما يفكر الزعيم يحاول طول يخليه. بالمناسبة السيد محمد الحلبوسي أصبح بريق وكريس برلمان لربما أكثر من بريق رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ولهذا بدأ يشكل خطر والأطراف السياسية الأخرى حقيقة وصلت لقناعة أنه هذا الرجل عنده نفوذ وعنده انفتاح والرجل هذا يسعى يريد يتملك يعني فقالوا خلي على قولتك ما نقف يا بهاي المرحلة. أعتقد صدر قرار أن هذا الرجل يجب أن بس يعني هسه تقصد أنه هذا القرار هو مو قرار محكمة ولا قرار قضاء هذا قرار لا لا سياسي لا 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 أستاذ هذا القرار هو قرار قضائي واستند لأسباب موجبة ولأسباب قانونية خلاص بعد ليش نفسرها بالطريقة الثانية ونفسرها أنه ذولا جماعة خلاص أنا لا أستاذ أنا فسرت إياه من ناحية السياسية من ناحية السياسية السيد محمد الحلبوسي لم يعد مرغوب لدى القوى الأحزاب السياسية التي دعمته في البقاء في السلطة. السيد محمد الحلبوسي من جعله يتمكن على القيادات السنية القديمة هي القوى السياسية سواء كانت الكردية أو الشيعية هي من أوصلته لهذه القمة ولهذا المجد. أما قرار القاضي فهي أخطاء الحلبوسي ويتحملها أنه ترك ثغرات وتعرف اليوم أنا قلت لك يا غلطة الشاطر بالمليون لكن تسألني كشخص محمد الحلبوسي كل القيادات السنية بدأت تنظر عليه أنه هذا الرجل يبحث عن السلطة ويبحث عن القادة وضحت ويبحث عن الأمة والعظمة وضحت أكو وجهات نظر مختلفة وياك يمكن أستاذ عزام أكو وجهات نظر يمكن مختلفة ويا حضرتك خليني أسمعها من الدكتور غانم يعني اختلف على بعض القضايا اولا السيد محمد الحلبوسي هو ظاهرة إعلامية اكثر ما يكون ظاهرة واقعية نجاح كبير في ان يعني يسوي لنفسه بروغراندا يعني إعلامية مخيفة واستطاع ان يصل الى كل بيت عراقي من خلال حقيقة انتشار في مواقع التواصل الاجتماعي واستطاع ان يظهر نفسه امام الرأي العام بمظهر ايجابي لم تستطيع بقية القوى السياسية أن تظهر نفسها بهذا الشكل جي. وبالتالي تم يعني أول ما قضى على القوى الشركاء من الفاعل السياسي السني وزواهم وكان حقيقة هذا اتفاق مع الفاعل السياسي الشيعي هو الذي مكن السيد الحلبوسي من أن ينفرد بهذه السلطة نتيجة حقيقة مرحلة معينة وكانت ظروف معينة حكمت وخدمة الرجل. القضية الأخرى قصة الإعلام نجح بنجاح كبير في أن يظهر نفسه بمظهر يختلف عن الآخرين وبالتالي أنا أعتقد هذه جزء من النجاحات هي أغلبها نجاحات إعلامية. القضية الأخرى ما يتعلق بموضوعة الفواعل الدولية لا شك أنه يعني أغلب أطراف العملية السياسية لهم ارتباطات لكن المرأة اختلف في التوصيف يعني الرجل أجاد في الطرح لكن اختلف في بعض التوصيفات. القوى السياسية السنية يعني تم دعمها عبر مرحلتين والمرحلتين كانت تختلف عواملها عن الأخرى. مرحلة بداية نشأة القوى العملية السياسية كان الخارج وخاصة دول الخليج كان السعودي هسه بدون الشخص دكتور كان الخارج وخاصة شخص هم شخصنا السعودية دولة. لا ما يخالف هسه مو جزء اتهمناهم كلهم أوقف اتهمناهم كلهم قلنا إيران وقلنا قطر وقلنا السعودية وقلنا بس قلنا السعودية ما ليش صار دكتور هسه السعودية هاي السعودية لو السعودية مو أنا ما عندي أنا بس حتى بعدين انتقلوا إلى مرحلة قطر الإمارات بس اسمح لي يا عمري إيه ضيعت عليه الفكرة ثقله أعمتلك الأدليل يا دولة مو أنا دا أتكلم لك بلغة الأدلة زين
ما ادري تهرب يعني يموت يموت يسع قلب والله ما موه بس القوى العقلية الخليجية تحديدا العربية كانت ترغب في أن يقوم الفاعل السياسي السني في بواكير عملية سياسية في تأدية دور المصد زين تمام المصد من تمدد نفوذ النظام السياسي في هذه المناطق والتمدد في نفوذ المشروع الفكري الشيعي في هذه المناطق والتمدد في نفوذ المشروع الإيراني على حساب هذه المناطق لأن تعتبر الأنبار والخط السني يعتبر عمق استراتيجي لهذه الدول سيح. هذه في البدايات فلذلك طبيعة ونوعية الشخصيات التي دعمت يعني ملائمة لها مثل هكذا دور وتعرف برز خطاب متطرف طبعا بالمناسبة الجماعة هنا هم ما قصروا بالخطاب المتطرف هم دفعوا الجماعة أنه ينتجون هيك قصدك الشيعة أي أكيد بعد يعني زوال القناعات المذهبية والطائفية وخاصة بعد أحداث داعش بدأ القيادات السياسية السنية حتى تخلق لنفسها وزن سياسي بدأت تؤمن بنظرية الوصاية الدولية هسه مو وصاية يعني أنه معناتها مسلمة كل شيء لكن ضامن دولي يضمن استحقاق المكون في داخل العمق العراقي أصبح عملية شبه مستصاغة فبالتالي أنا أعتقد لعبت تركيا دور مهم ولعبت قطر دور أهم ولعبت الإمارات دور داعم لخلق وزن سني في هذه المناطق من خلال التنسيق مع الدول الساندة للقيادات الشيعية وهي الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه طبعا تعقيب على كلام الأستاذ فإذا عندك سؤال حتى نجيب لك تمام أنا خلنا نروح للدكتور عمار لأنه أصلا وقت وقتي هم وشارف على الانتهاء حقيقة تتداخل ويا الرجال تضيعت كل الأفكار ضيعت كل طشرهن علينا الطشر أنا أقول لك والله أي والله طشرهن علينا اسأل ما بطلت ما راحت الفكرة راحت بطلت حتى لا تقولون الداخل يعني لا مو بابا شوف ها الرجل يقول إنه القرار بقرار البيت السني وزع على مجموعة دول يعني هذا رأي تركيا وقطر وإيران والكرد وما أعرف إيش أنا حتى قصة الكردس ما عرفت شو رأي الخاص أنا حتى داخلت وقلت له إنه إذا يريد يشير إلى البعض أما كعموميات تدري هذه لا تطرح ولا تقول نعم كان البعض أنا تفهم نعم شوف إحنا المشكلة في العراق إنه البعض لا يفهمون طبيعة النظام السياسي بعد 2003 والمتغيرات التي حدثت أخي أنت لا تعيش الآن بنظام يسمح لك أن تنفرد على الأطراف الأخرى هنالك مساحة تعمل بها تحقق بها تكون لك قواعد جماهيرية بها لكن لا أن تكون هذه المساحة على حساب المساحات الأخرى يعني من يفكر أنه هنالك طرف يستطيع أن يتسيد على الطرف الآخر هذه الأمور ليس لها وجود وهذا من الوهم اعتبره من الخيال لذلك على كل من يعمل بالسياسة أن يتعاطى مع هذه العملية يكون واقعي ويعرف ويعرف الحدود أنت مدى تعيش بالسبعينات لو بالستينات لو بالخمسينات وقت الانقلابات وعشرة 15 واحد طبوا القصر الجمهوري وكذبوا الرئيس حاصروا ولزموا قالوا تعال تنازل وغيرها 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 أنت الآن المنظومة ما تسمح سواء المنظومة الداخلية أو المنظومة الإقليمية أو حتى المنظومة الدولية. زين من تجاوز هذه الخطوة محمد حلبس تجاوزها. أنا بدأ أتكلم على الأخ. لا ما هو ذكر ما هو ذكرها. أنا هو لا ذكر أنا لا دكتور حبيبي. راضي يصير راضي يحكم السلطات. أنا ما أعرف هاي وجهة نظره هو أنا ما أعرف هذا الشيء. ايه؟ ما مطلع على هذا الشيء ولا أعرف هذا الشيء أنا دا أتكلم بالإطار العام. وكانها مبالغ بها القصة هاي. شون يعني؟ يعني قصة إنه الحلبوسي يريد يسيطر على الدولة. لا طبعاً لا. رجل رئيس مجلس نواب ويعرف كان هاي الدورة الثانية هاي الدورة الأخيرة إلى برئاسة مجلس النواب وحتى كان يتكلمها الرجل أنه يعد للمرحلة القادمة أن يكون زعامة سياسية تنتج نوابا جدد تنتج أو تحصد مناصب وزارية أما عملية هذه التغويل و. محاولة رسم صورة غير واقعية ربما انعكست بالسلب على السيد الحلبوسي واعطت ربما رسم صورة لدى بعض الأطراف عن السيد الحلبوسي ليست موجودة بالحقيقة كما قلنا وأشرنا نحن في نظام سياسي محدود
يعني محدود الصلاحيات لطرف على حساب طرف آخر بإطار محصلة بناء الدولة الأساسية والفاعل السياسي حتى قصة الأساسي. حتى قصة إقالته يعني بها مبالغة كبيرة عن الواقع اللي موجود. طبعاً هو هذا أمر قانوني أخي، أمر قضائي، يعني ما حد يقدر يعترض. مبالغة جداً يعني ترى مستحيل قصة قضائية وثقة مستحيل. ترى أغلبهم ما يعرفون سار عمر عفو. أنت مستحيل شيء ما غلطان به وتيجون يغلطوك به أو يقولوك به. لا لا، كل إنسان يتحمل نتيجة أفعاله. الذكاء له حدود، الانطلاقة لها نهاية، الصعود له استقرار وانحدار. هذه أمور بديهية وثابتة. من يتعامل بالسياسة ومن يريد أن يكون سياسيا حقيقيا أن يعي قواعد اللعبة السياسية ومدخلات اللعبة السياسية ومخرجاتها. تمام، شكرا دكتور عمار العزاوي رئيس مركز اليمن للدراسات الاستراتيجية. شكرا ايضا للدكتور غانم العيفان السياسي المستقل، وشكرا ايضا للشيخ عزام الحمداني المتحدث باسم تحالف العروبه من كركوك. اشكركم مشاهدينا الكرام، في امان الله.